السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي ومشتركي قناة أجيال أندلس. النهاردة التعليم بتعلن أن هيتم تصحيح ورصد درجات امتحانات أولى ثانوي الورقية في المدارس. يعني إيه الكلام ده؟ والله مصادر تبع وزارة التربية والتعليم صرحت الكلام ده وعرفناه، يعني أن في امتحانات كلها هتم تصحيحها داخل كل مدرسة وهيتم تصحيحه وهيرصد درجاته، كل ده يا جماعة في المدارس بكل إدارة تعليمية. يا ترى يبقى في تسريبات، هيبقى في الكلام ده كله؟ الله أعلم لسه، لأن الوزير قال مفيش كلام من ده أصلا، يعني محدش يفكر يبقى في تسريبات الامتحانات. المصادر برضو أضافت إن تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي لطلاب بقى الخدمات والسجون والمنازل والمستشفيات هيكون برضو في المدارس أيضا، يعني تانية ثانوي مش كلها، لا اللي هم مين اللي احنا قلنا عليهم خدمات والسجون والمنازل والمستشفيات، دول هيكون في المدارس. وزارة التربية والتعليم طبعا اعلنت لعيادة طلاب الصف الاول الثانوي، احنا قلنا قبل كده في يناير المقبل، ورقي بنفس اسلوب التقييم الجديد في السنه المعدله، وهيؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اللي هو المنازل والسجون والخدمات الاختبارات ورقيا، اما طلاب الصف الثاني الثانوي المنتظمين هيؤدي امتحان يناير الكترونيا على التابلت. احنا كنا قلنا منهم خمس حاجات اللي هو المستشفيات برضو كل ده ورقي، السجون، الحاجات دي كلها. فالمتاح دلوقتي ان الامتحانات هتبقى في المدارس، اي امتحان ورقي هيكون داخل مدرستك، لكن الامتحانات الالكترونية هيتم بتقييم السنة اللي فاتت وامتحانات او تصحيح السنة اللي فاتت. تمام، ده كان خبر من التعليم حالا دلوقتي ان تصحيح ورصد درجات امتحان اولى ثانوي الورقي والتانية ثانوي الورقي داخل مدارسهم. انتظر كل جديد وكل اكيد على قناتكم قناة اجيال اندلس، اشترك في القناة حتصلك كل جديد وانشر الخبر حتى تعم الفائدة. في امان الله.